يا أحباب شبيه، سلام الله عليكم يا أرواح طيبة. تنسلم على كل واحد واحد في هذه القناة، وتنطلب ليه الصحة والعافية وكل ما تيتمنى. وبغيت ربي يحنن عليكم القلوب ويفرحكم ويعطيكم ويفرحكم ويعطيكم سؤلكم في كل الأمور. قبل ما نبداو يا أحبابي، نصليو كاملين على سيد الخلق ونخليوها تعليق إن شاء الله باش تكمل معنا الأمنية. إذا أحبابي، معنا اليوم طاقة ديال جذب المال للعتبة. بغينا نحصلوا على عتبة تكون مباركة، عتبة اللي تعطينا طاقة إيجابية ويدخل فيها غير الخير والخمير. وبغيت نفرح ونسعد مع ولادي، وبغيت نكون إيجابية، ندخل غير الفرحة لداري ويكون عندي الفرح والسعد في بيتي. إذا سمعوني في هذا الفيديو وحطوا لنا تعليق باش ان الفيديو يشوفوه اكبر عدد. اذا الوصفه ديالي ديال اليوم هي عباره على طاقه ايجابيه لجذب المال. بغيتي تحيدي النحوسات، غادي نعطيك طاقه باش تحيدي النحوسات ديالك. اذا صلينا على سيد الخلق وتممنا الخير لجميع الناس، يكون عندهم الخير ويكون عندهم الرباح باذن الله. اذا طاقتي اليوم هي من القلب الى القلب، محتاجين نكونوا ايجابيين بالمال بالرزق، تكون عندنا طاقه ايجابيه. قبل ما نبداو يا احبابي، غادي ناخذ الملح، الملح اللي غادي نطهر به العتبه. اول حاجه غادي ناخذ الملح بحال هادي، بحال هادي غادي ناخذها ونديرها في سطيله الماء، وغادي ان شاء الله بحول الله وقوتي نضيف معها كاس ديال الخل باش نطهر البيت بالكامل ونكون عندي طاقه ايجابيه. لان الخل تكرهوه عمار السيئين، عمار اللي دخلوا على توقيف الحال، دخلوا على السحر المرشوش، دخلوا على طاقه العين او طاقه الحسد. بغينا اليوم نحيدوا هذوك الطاقات اللي عندنا اللي تيكونوا. اذا ناخذ كاس الخل مع سطل ديال الماء، وغادي نضيف ليه كاس الخل ونطهر به كل شيء حتى المراحيض والدوش بدون قراءه. شغلي غير سوره البقره، يكونوا الابواب مسدوده، ومن بعد ما تشغلي تشغلي سوره البقره خليها محلوله. اذا الملح شحال غادي ناخذ؟ غادي ناخذ 3 معالق نوضعهم في سطل، ونوضع معاهم كاس ديال الخل مع الماء الكافي اللي غتمسحي به البيت بالكامل. ومن بعد تهزي هذاك الماء، اما تخرجيه الى خارج البيت او تلوحيه في مجرى المياه. اذا الملحه اللي غادي نطهروا بها هي 3 معالق مع كاس ديال الخل ديال قبل ما ديري هذه الوصفه، يا ريت ديريها يوم طهري البيت يوم الخميس والجمعه، ليله الجمعه تصوبي هذه الوصفه باش يكون عندك المال وتكون عندك الوفره ويكون عندك الرزق، ووليدات يخدموا، بنيات يتزوجوا، المال يجري في يدك ويجري في ويجري حتى في العتبه، وتكون عندك العتبه غير منحوسه. اذا غادي ناخذ القرفه، القرفه تكون عواد، تكون بحال هذه عواد اللي غادي ان شاء الله نحطها مع الملحه. الملحه شحال خاصني نحط؟ خاصني نحط 4 المعالق ديال الملحه ديال الطعام. وغادي ناخذ عدي نقود صفراء، ولو تكون ما عندكمش في البلاد ديالكم غير نقود معدنيه ديال اجانب ديال اوروبا ديال هذا، المهم طاقه تكون معدن نقود صفراء. ولو ما يكونش الفلوس ديال بلادك، يكونوا غير عندك في البيت ديال اوروبا او ديال الاورو او اي حاجه، المهم تحطيها. حنا عندنا هادو صفرين، ولكن نتوما الا ما عندكمش غادي تحطوا نقود ديال دوله اخرى. كما يقولوا كاينين النقود اللي تيكونوا عند الناس جايبينهم من الخارج. اذا غادي ناخذ 7 قطع او 10 قطع او 11 قطعه على حسب النقود اللي عندك، ولو تكون غير وحده فقط من الاحسن يكونوا كثار. وغادي ناخذ 4 معالق ديال الملحه ومع القرفه، وغادي ندخلهم الى المطبخ ونحطهم فوق البوطه، خاصهم يسخنوا شويه ما يتحرقوش، ما تحرقش الملحه، غير سخني هذيك الملحه. وغادي انت تترشي الريحه وهي تسخن، انت تترشي غادي ترشيها بالريحه، اي ريحه عندك غادي ترشي، وانت تسخني في هذا تتقلبي هكا فوق هذا، وتبي معلقه خشب، ولكن غير تسخن، ما غاديش
تحمر ما غادي دير حتى حاجه غير تسخني طاقه الفلوس يكونوا عندك ان شاء الله. يجيو الريحه تكون اي ريحه، هذه ريحه غير رخيصه ديال الحنه. اذا نتوما ديروا اي عطر عندكم تديروه وفي هاد الملحه رشيها، وانتي تقراي هاد الايه ان شاء الله بحول الله وقوته هاد الايه، وتبلي الزيف اللي غادي تحطي فيه هاد النقود، غادي تقراي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. شحال غادي نقراها العدد انت ديال التحراك ديالك، الا سخنات حيديها وقفي القراءه. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، تقدري تقرايها عدد كبير او عدد صغير. على ما سخنات الملحه غادي تهزي هاد الملحه، تكوني موجده واحد المنديل اخضر اللي غادي تعلقيه في البيت، غادي تعلقيه وراء صوره او وراء اي بلاصه معلقه في مكان عالي وقريب للعتبه، قريب للعتبه غادي يكون عندك ان شاء الله. وغادي نوضب بعد ما سخنتها في المقله، غادي غير تسخن وانا تنقرا ديتها تسخن بعد ما رشيتها بالريحه بالعطر، وغادي ان شاء الله نعلقها فوق الباب على نيه صرف النحس من العتبه، صرف الطاقه السلبيه، جلب الخيرات. هاد الملحه اللي حمرتي تقدري تجي تهزي منها شويه في الحقيبه ديالك، الحقيبه ديالك هي البسطام، بسطام او تكون عندك مكان اللي تحطي فيه النقود، نحط شيء قليل، شيء قليل ان شاء الله. اما هذه غادي ان شاء الله بحول الله تهزيها وتعلقها مده شهر بعد عودي الطاقه. هاد القرفه غادي تحرقيها الماء، الملحه تخوي عليها الماء وتلوحيها في مكان عاشب، اما النقود تخليهم تعودي بهم الطاقه او تصدقيهم وتعودي نقود اخرين. اذا تقدري ديري نقود بيضاء، تقدري ديري نقود صفراء، انت على حسب العمله اللي عندك. كاين الناس اللي غادي يقولوا لي ما عندناش نقود نقديه، اذا بعد ما تسخن وتسالي غادي تحطي، هي سخونه غتحطي فيها ورقيه، غتحطي ورقيه وديري فيها هكا وتحيديها، انها تاخذ غير طاقه او عمله بسيطه ورقيه. غادي تقدري تحمريها هكا راه ما غادي تحرق ما والو، من بعد وضعيها مع القرفه والملحه، ومن بعد من تساليها الطاقه مده شهر غادي تحاولي انك تصدقي هذيك العمله اللي درتي. اذا هضرتي مفهومه، على حسب النيه ديالكم، على نيتكم ترزقون، النيه ديالكم والطاقه ديالكم. ما تنساوش العطر للناس اللي عندهم طاقه سلبيه، دخول طاقة إيجابية، دخول أرواح طيبة وتكونوا إيجابيين بحول الله. إذا غادي ناخذ هاد المنديل الأخضر بعد ما درت فيه الريحة، وغادي نهزها غادي نعلقها في إما قريب الباب بحال هكا، غندير واحد الصريرة صغيرة بحال هكا صريرة بحال هكا صريرة، غادي نعقدها واحد العقدة بحال هكا منديل اخضر، ولو يكون زيف ديال الراس ديالك، المنديل ديال الراس ديال الام مزيان. وغادي ندير لها صريره بحال هكا، وغادي نعلقها، غادي نعلقها بحال هكا، غادي نعلقها بحال هكا على نيه هذا. يا ريت انك تعاودي تعطيها طاقه البارفان هكا، وتخليها ليله كامله امام العتبه، ومن بعد رفعيها علقيها على نيه الفتح العتبة، على نية الرزق، على نية كل شيء جميل في البيت. اذا تنتمنى انكم ديروا الطاقة فيها الفلوس، فيها الرزق، فيها تيسير الامور، فيها التصغير، فيها عمل ايجابي، طاقة نورانية، سحب الطاقة من البيت، تكون طاقة ديال توقف الحاد سحبيها، الملحة، القرفة، المال، كل شيء غادي يكون عندك ايجابي. ولكن كوني انت ايجابيه الوقت اللي ديريها، تكوني مضيه مصليه وتكوني فرحانه وعندك طاقه ايجابيه، قولي غير غادي نحط غير السبب بهذه الايه. ويا ريت تدومي على هذه الايه بعد ما تقراي الفاتحه ديما في كل صلاه، تقراي الفاتحه 7 مرات وتقراي هذه الايه 11 مره. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، الله هو اللي تيرزق، الله هو اللي تيعطي، الله هو اللي تيعطينا كل حاجه. اما انسان الحمد لله اللي كاين صدر ربي هو اللي تيعطينا كل شيء، اما انسان الا عطاك شي حاجه راه تيمنى عليك
يتفاخر عليك بانه عطاك هذيك الحاجه. اذا الله كريم، الله جواد، الله المعطي، دعيو باسماء الله الحسنى، دعيو بالطاقه الربانيه، وكاين غير الله سبحانه وتعالى. والله يبعد علينا شر الشياطين الانس والجن. ولكم السلام مني والى اخواني واخواتي اللي في القناه اللي تيحبوا شفية المغربيه، والى وصفه اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.